الموضوع انضم لنا من بغداد فريق الركن عبد الغني الاسدي قائد قوى جهاز مكافحه الارهاب. سيد الفريق مساء الخير، اهلا بك معنا. الانباء تتحدث بانه القوات العراقيه تمكنت من تحرير اجزاء واسعه من حي الشفاء وايضا من اقتحام حي باب سنجار. اخر ما جرى على الارض الى الان وايضا ماذا يعني الوصول الى هذين الحيين علما بانه حي الشفاء هو مجاور للمدينه القديمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي ولجميع الكادر، ونشكركم على هذه المتابعة الإعلامية سواء في الميدان أو من خلال المراسلين. كل الشكر لك. نعم، الخطة انطلقت من قبل أكثر من أسبوع بحدود 10 أيام، وكانت واجب قوات مكافحة الإرهاب هو حي الصحة، وواجبات الرد السريع هو الزنكيدي وقطعات الجيش الشفاء. أكملت قطعاتنا واجبها في غضون 4 أيام، وأصبحت الآن بتماس مع الزاوية الجنوبية الغربية للمدينة القديمة، اللي هي هذه راح تكون قاعدة أمينة عندنا أو بالقطعات الأخرى للانطلاق الى داخل المدينه القديمه. الان مثل ما سمعت التقرير، نعم الرد السريع يتقدم في الزنجيلي والشفاء، وكذلك الفرقه التاسعه والقطاعات الملحقه بها تتقدم في الاتجاه الاخر. يعني هذا عندما تنتهي مرحله الزنجيلي وباب سنجار يصبح او تصبح المنطقه القديمه او موصل القديمه مطوقه 270 درجه باحكام، وال 30 درجه ضفه النهر اصبحت. طيب لو تشرح لنا ذلك يعني بشكل ربما مبسط اكثر، يعني عندما نسمع بانه اخر الاحياء تم الوصول اليها تم تحريرها، بالمقابل نسمع بانه المعركه لا تزال تجري على الارض، ما الذي لا يزال تحت احتلال داعش الان في معركه الموصل بشكل كامل؟ حتى لو إن لم يكن بالأسماء المناطق أو الأحياء، حتى لو بالنسبة الآن. لا ممكن أسمي لك إياها بالأسماء. تفضل. الآن الأحياء القديمة فقط هي اللي موجود داعش يعني متمسك بها، والأطراف من سنجار وكذلك الشفاء والمعركة مستمرة. أما أهم منطقتين هي باقية هي الفاروق ورأس الخور في المنطقة القديمة والمداء والميدان. هذه فقط 3 مناطق مهمة موجودة في المنطقة القديمة، وإن شاء الله الأيام القادمة سوف تشهد تغيير جذري في خارطة داعش على الأرض. طيب ماذا بالنسبة للمدنيين سيادة الفريق؟ يعني نعلم بأن قواتكم وقوات العراقية على الأرض تقوم بخطط لمساعدة المدنيين، إلقاء المنشورات، محاولة ربما مساعدتهم على النزوح إن أمكن، لكن الآن في المعركة يعني شرفت على الانتهاء. قلت بأن المناطق والأحياء هي نقاط ربما صغيرة لانتهاء المعركة، هنا السؤال عن المدنيين كيف ستتم حمايتهم؟ أختي العزيزة، لولا وجود المدنيين في الساحلين الايسر والايمن معركه الموصل مو اكثر من شهر زائد. لكن وجود المدنيين يخلي القطاعات تتحرك ببطء وتخطط لحمايه المدنيين اكثر مما تخطط للقضاء على داعش، وهذا توجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحه المحترم انه المواطن وممتلكاته اولا ومن ثم مقاتله داعش. نعم المدنيين احنا الان عدينا لهم كل العده وكل واجرينا كل الاستعدادات، وان شاء الله راح يكونون سالمين امنين في ظل تقدم قطاعاتنا في اتجاه الاهداف المطلوبه. شكرا لك الفريق الركن عبد الغني الاسدي قائد قوات جهاز مكافحه الارهاب، كنت معنا عبر الهاتف من الموصل، شكرا جزيلا لك.